اتفق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأسبوعي بالعالمين الجديدة عن تأهيل شركتي وطنية وصافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمهيدا للطرح بالبورصة. وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان له أنه تم الموافقة على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمهيدا لطرحهما بالبورصة.